السلام عليكم. اليوم شيوات ندير فسي ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد المسمنات بطريقه جديده. هنا غادي نحتاجو ان شاء الله واحد نص كيلو ديال الدقيق، يعني ما يعادل واحد 5 الكيسان ديال الدقيق الابيض. بغيتو تخلطو خلطوه، انا درت غير الدقيق الابيض. هنايا كنضيف واحد المعلقه سنيده، وعندي واحد المعلقه مع مرج ديال الملح على حسب الذوق، وعندي 16 غرام ديال الخميره يعني الكيماويه. هنا غادي نضيف واحد 5 المعالق ديال الزيت النباتيه. غادي نرملو شي شويه هاد العجين هذا، من بعد غادي نعجنوه بالماء الدافئ حتى تجمع لنا العجينه وصافي، وكنحصلوا على واحد العجينه بحال المسمن. هنايا بعد ما ترمل كي شفتوه قدامكم، هنايا دابا غادي نبقى كنضيف له الماء الدافئ باش غادي نجمع هذا الخليط. الماء ما غيكونش دائما فيه العبار، على حسب اللي غادي يجمع لكم الدقيق، لان دائما ما تنقولوش العبار، على حسب بعض المرات تيكون الدقيق اللي كي ناشف اللي كيشرب الماء بزاف، وكاين اللي ما كيشربش الماء، ماشي الكيك هذا ولا اللي كنعطيو العبارات. هنايا غادي نبقى كنجمعوا على هذا الشكل هكا. هو كيجي هذا العجين هذا رطب شويه وكيجي زوين، وخصو لكن بالحق خصو مرتاح بزاف، تقريبا واحد نص ساعه حتى لساعه الا ربع هكا كيرجع لين في يديك ورطب. هنا من بعد ما جمعته كامل غادي نقبطو، غادي نقسمو على جوج، نتوما على حسب كيف ما بغيتو ديروا له. المهم الفكره هي هذه، وانتم تقسموا على 4 بغيتو تقسموا على جوج. هنا غادي ندير البلاستيك الغذائي، غادي نكمشو وغادي نخليهم يرتاحوا باش يدفاو. الخضره اللي غادي بعد ما دخلينا العجين يخمر غادي ندوزو للخضره. الخضره عندي هنايا واحد 3 تخيزويات محكوكين، عندي واحد 6 البصلات صغار، وعندي هنايا تقريبا واحد 300 غرام ديال الكفته، وعندي فلفله مقطعه رقيقه خضراء، وعندي واحد الربطه ديال المعدنوس. وبالنسبه للخيزو انا غير طحنته في الطحانه، بغيتو تحكوه بلي الحكاكه اليدويه حكوه. عندي كي قلت لكم دفته فوق درت المقله فوق النار، غادي نطيبوا كل شيء دفعه واحده. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت اللي غادي يطيب لنا الخليط كامل، وغادي نضيف الملح حتى هي صافي، وغادي نخلط الكل كامل على نار مجهده. يعني دائما هادشي ديال الخضر كيخصو يطيب على عافيه مجهده بزاف باش كيجي ما طايحش وما يبقاش خضر، يعني كيطيب دغيا دغيا بالزربه. كنبقى هكا مع التحريك مره راني غادي نبقى كنقطع ونمشي، يعني ماشي هو هذا القياس اللي غادي نطيب فيه، كنمر نحرك مره وعلى ما كنحس بهم انهم تشحروا كاملين. كتجي هذه الوصفه رائعه وكتجي مقرمشه بزاف، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تردوا عليا. هنايا كنضيف الكفته اللي سواء اللي بغيتو، اي كفته كانت عندكم سواء لدان ولا دجاج ولا الكفته عاديه ولا المرقاز ولا اللي حبيتو، انا حتى كنعطيكم الفكره وانتم كملوا من عندكم. صافي هنايا غادي نبدا كنخلط هذا الخليط هذا كامل. دائما كتعرفوني بان التوابل ما كنضيفهاش داك الساعات، كنضيفها حتى للاخر حتى باش كتبقى هي اللي كتكون فوق سطح الخضار وسطح اللحم. هنايا غادي تشحروا ليا، وغادي نبدا كنضيف هنايا سكينجبير بالنسبه للعطريه او الزنجبيل، وغادي نضيف الفلفل الاسود اللي بزار، وكذلك غادي نضيف بودره الثوم، وغادي نضيف فلفل احمر، وغادي الثومه شويه صافي. وغادي نخلط الجميع وديروا شي شويه الحار الا بغيتو نتوما على حسب الذوق. هنا ما كتاخذش بزاف الطياب، ثمن ربع ساعه تتكون هذه الخضره واجده، يعني غادي تحضروها للافطار لكم ان شاء الله غادي تعجبكم. صافي هنايا بعد ما تشمعت ليا الخضره وجدات رميت عليها داك المعدنوس باش كيبقى طري. صافي هنايا غادي نخليها واحد نص دقيقه ينخلطوا، ما بغيتوش نطيبوا صافي، وغادي نطفي عليها. صافي هنايا بعد ما تطلقات لي العجين وخليتها ارتاحت تقريبا واحد ساعه الا ربع مع الخضره اللي طيبنا، كتجي على هذا الشكل رطبه بزاف.
صافي هنا غادي ناخد الدقيق. الدقيق دائما كيجيني ساهل على الزيت لان دغيا كيطلق العجين بحال هذا الشكل ديال العجين اللي تيكون هكذا كيتجبد، يعني كيخصو الدقيق اللي كيعاونو. هنايا غادي نحاول انني نسرحها مستطيله، نتوما شوفوا كيفاش نتوما بغيتو تلويوها، كيفاش عندكم الفكره. المهم انا الفكره ديالي هي هذه، انها كتطلق على شكل مستطيل طولي. غادي نسرحوها هكذا مزيان، بالمعاونه ديال الدقيق مره تقلبوها باش كتسهل عليكم باش كترطب كل بلاصه. هنا غادي ندهنها بالزبده اللي كتكون مذابه، هي واحد شويه ماشي بزاف، يعني باش نورقوها بحال اللي غادي تقريبا غادي نعجنوا واحد لاباط فيتي باش كتجينا مقرمشه وكتجينا مورقه. غادي نطير الطرف على اليمين وطرف على اليسار، ومن بعد غادي نولي نقادهم مزيان، وغادي نولي ندير الزبده في مكان واحد. وغادي ندهن وغادي نقلب الوجه عليها باش تجي كنحصلوا على هكا التوراق، وكنلويها بحال غادي ندير شي مسمنه ونحطها باش غادي ترتاح مدة عاوتاني ديال واحد شويه 20 دقيقه باش نولي ونطلقوها المره الثانيه. هنايا هانتوما شفتوا غادي نهز البلاستيك اللي دائل الاول، وغادي نولي نهز الثانيه وغادي نحط فيه الاولى ونخليها ترتاح، وفي نفس البلاستيك غادي نضيفهم بجوجهم بعد ما غادي نكمل الثانيه ونرجع باش عاوتاني نكملوا الطريقه الثانيه. هانتوما شفتوا كي كتجي بحال العجين المورق، كنخليوها ترتاح. هذيك واحد الحكمه في داك المرتاحه كتجيب العجين زوين مقرمش. بنفس الطريقه غادي نطلقها وندوزو باش نعمرو الحشوه ديالنا نجيبوها. ضروري بالدقيق كي قلت لكم، البلاصه اللي ما كتبغيش تطلق لكم غادي تحاولوا انكم ترميو فيها الدقيق وتقلبوا حتى كتحصلوا على واحد المستطيل. غادي ناخذ الخضره ديالي اللي من بعد ما بردات غادي نديرها على الطول باش غادي نحصلوا بحال اللي كنقولوا غادي نديروا واحد المحنشه بحال هذا الشكل هكا. نقادوهم باش ما يجيناش شي قنت عامر وقنت خاوي يكونوا متقادين هكذا. وغادي ندير نجيب الجبن المفروم وغادي نحطو اختياري، يمكن لكم ديروه اولا ما ديروش، هي واش شويه كيجي عاطي البنه. صافي غادي نلويها بحال هاد الطريقه هكا، واحد الاولى وغادي نبرم واحد شويه غير باش تقبط لنا هذاك داك التحتانيه اللي غادي نقطعو. صافي على هذا الشكل هكا. وغادي نقطعو بالجراره اولا بسكين. صافي وغادي نجيبو طبسيل اللي غادي نحطوه فيها وحده حده وحده بحال الشكل اللي غادي تنحطو الفقاص، وبنفس الطريقه غادي ندير الثانيه والثالثه والرابعه حتى غادي تشوفوا شحال غادي تجيكم. غادي نقول لكم شحال نص كيلو غادي يعطيكم. بنفس الطريقه غادي نعاودها وحدكم مره ثانيه باختصار. غادي ندير الجبن غادي نولي نلوي بنفس الطريقه. بالنسبه لكل كره كتعطيني ثلاثه ديال الرولويات، يعني ثلاثه ديال الحبات على هذا الشكل هذا، يعني راه كتعطي كميه زوينه. وبالنسبه لكم نتوما الا جاكم بزاف ديروا النص، ولا جاتكم بغيتوا تخدموها في مره واحده يمكن لكم ديروها في المجمد وتحتاجوها النهار اللي تبغيوها غادي تجبدوها بهذه الطريقه. هذه غادي نجيب البلاطو غادي نهزها كيف كتشوفوا باش ما قدمتها لكمش في الاول. هانتوما ها الاولى اللي درت وهذه الثانيه اللي قدامكم، وغادي نضيف كذلك الثالثه اللي مازال عاد غادي نعمرها. صافي
هنايا كنحصلوا على 3 فكو، عطاوني 6 نص كيلو، كيعطيني 6. هنايا كناخذ الحليب والبيض كنخلطو، ومن بعد كندهن به هذا العجين ديالي او هاد الرولويات، كندهنهم مزيان. كنكون شاعله الفران على درجه الحراره 250، من بعد كندخلهم، يعني كنزل الحراره تقريبا لواحد 200، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيقبطوا اللون اللي نتوما عندكم في الفران كيعطي. صافي كنقبطوا واحد المقص وغادي نقبطوا وغادي نقطعوا بحال هذه الطريقه. انا ما كتلاحظوش انني ما قرصتهمش، انا ما تيعجبونيش مقرصين، كيعجبوني بحال السيجار، بحال اللي كتقولوا كتاكلوا قنينطات ديال معمرين. كنقطعهم هكا وصافي، ما كندير لهم حتى شي حاجه، وكندخلهم الفران حتى كيطيبوا من الفوق ومن التحت ونخرجهم. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو على هذا اللون هذا، ما تحمرهمش بزاف. كتمنيت انني نقطع لكم ونوريكم كيفاش كتجي. كانت هذيك الوقفه المغرب ما كتسمعوش كيفاش كتجي واحد القرمشه، كنحاول اننا نقطع الصوت لان تيكون داك الوقيت مدروكه والوليدات قدامك، تيكون شي شويه ديال الهراج. كنتمنى لا فيديو يعجبكم وتخليوا لي تعليق الى جربتهم. شكرا، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.